التعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف فينين هو من مكتب حقوق مكتب المنظمه العالميه لحقوق الانسان بمخيم الهول الاستاذ فرحان صالح تركي. اهلا بكم استاذ فرحان الى هذه الجوله الاخباريه. يعني مطالبات حقوقيه باعاده النازحين الى مناطقهم بعد اصدار قرار حكومي بفتح طريق زاخو سنجار. بدايه لو تطلعنا عن ازمه النازحين في الهول. تحياتي لك استاذ وتحياتي الى مشاهدينك الكرام. حياك الله. نعم استاذ، احنا ما يحدث عندنا في منطقه شمال ربيعه، طبعا ناحيه ربيعه هي من المناطق التي تعتبر اول مناطق في العراق تم تحريرها من قبل الحكومه العراقيه. منذ 4 سنوات والاهالي يعيشون خارج منازلهم بسبب العمليات العسكريه التي جرت في المنطقه. الاهالي يسكنون في المخيمات في القرى المجاوره ومناطقهم الان محرره بالكامل، منذ 3 سنوات تم تحريرها، هي اول شبر في العراق تم تحريره. نحن كمنظمه عالميه لحقوق الانسان نطالب الحكومه العراقيه، نطالب حكومه الاقليم متمثله بالسيد فخامه الرئيس مسعود برزاني بان يسمح لتلك العوائل بالعوده الى منازلهم. هناك اتفاق بين حكومه المركز وحكومه الاقليم على اعاده العوائل. تم هذا الاتفاق منذ تقريبا اسبوع وجرت هناك لقاءات وتم التنسيق في هذا الخصوص. حدث في خلال 2 يومين الماضيين زياره للسيده مديرة السلام العالمي ناديه مراد ولقائها بالسيد رئيس الجمهوريه. طلبت من السيد رئيس الجمهوريه ومن السيد رئيس مجلس الوزراء بفتح الطريق الرابط بين زاخو سحيله ربيعه سنجار لكي يكون مرور الاخوه الازيديين سلس عبر هذا الطريق. وكانت هناك خصوصيه بان يصادف في هذا اليوم هو عيد الصوم للاخوه الازيديه، فكانت هناك مبادره بحسن نيه من الحكومه للتعامل مع الطائفه الازيديه وتسهيل مرورهم عبر الطريق. هناك عشرات القرى تقع ضمن هذا الطريق الذي هو كان عباره عن خط صد او بين حكومه المركز وحكومه الاقليم. لم يسمح لتلك العوائل منذ تحرير هذه المناطق بالعوده الى مناطقهم التي تم تحريرها بما يقارب 3 سنوات. والجميع يعلم ان ربيعه هي اول شبر على ارض العراق تم تحريرها من قبل قوات البيشمركه الابطال والذين سطروا ملاحم في تلك اللحظه وفي تلك المعركه. لكن نحن نقول عليهم ونطلب منهم بان يسمحوا لتلك العوائل، يسمحوا للنازحين بالعوده الى قراهم، بالعوده الى منازلهم لكي يخففوا من الضغط الاجتماعي ويخففوا من معاناه الناس، لكي تترك هذه النازحين يتركوا المخيمات، يتركوا التهجير، يتركوا الهلاك ويعودوا الى مناطقهم لكي يعيشوا حياتهم الطبيعيه في منازلهم، يعيدوا اعمار منازلهم. فليس من المعقول ان مناطقهم محرره وهم يجلسون الى بضعه امتار بعيدين عنها. ما الحجه التي تتذرع بها الحكومه؟ استاذ صالح، يعني استاذ فرحان، ما الحجه التي تتحدث فيها الحكومه وتتذرع بها لمنع عودة النازحين إلى مناطقهم؟ نعم أستاذ، هناك اتفاق قبل أسبوع، نحن حضرنا عدة اجتماعات بوفود من عمليات المشتركة من قيادة عمليات مينا والسيد اللواء نجمة جبوري مع وفود أيضا من حكومة الإقليم، وتم الاتفاق بأنه يفتح الطريق وتعود العوائل جميعها الى مناطقها المهجره. وحصل اتفاق على هذا الشيء وحكومه الاقليم وافقت وحكومه المركز وافقت، لكن ما حصل اليوم انه تم فتح الطريق ولم يسمح للعوائل بالعوده، حتى اضطرت النازحين بالخروج الى الشارع والمطالبه من السيد فخامه الرئيس مسعود برزاني من السيد رئيس الوزراء بان يعيدوهم الى مناطقهم. يعني غير معقول الامر انه منطقه حرارة، ليس هناك حرب، ليس هناك مشاكل. ما الذي يمنعني من العودة؟ لماذا أنا أعيش بعيدا عن منطقتي عدة أمتار؟ نعم، وصلت الفكرة أستاذ فرحان صالح التركي من المكتب المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في مخيم الهول، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.